الأعزاء متواصلين في انطلاقة هذا المساء وانطلق على بركة الله وحفظه رابع أشواط هذا المساء. أيها الأعزاء، إذن أيها الأعزاء انطلق على بركة الله هذا الشوط وهو الرابع من مجموع أشواط الفترة المسائية وأشواط المساء. تنطلق شوط ينتهي والآخر ينطلق. تهانينا للفائزين. الثلاث الأشواط الماضية كانت لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نتجه أيها الأعزاء لنتعرف على مقدمة الشوط وعلى من يحتل المركز الأول السعدي لهجن الشيحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الأول وفي صدارة الشوط، يليه على المركز الثاني ومن يتقدم هنا الوصول من الريان لهجن الشيحانية بقيادة سلطان الوهيبي، وأيضا وصول وتقدم من مبعد على المركز الثاني. مبعد يتقدم ليخطف المركز الثاني في هذه اللحظات لهجن الشيحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وعلى ثالث المراكز الريان على المركز الثالث. إذن المركز الأول الباز على المركز الأول لهجن الشيحانية بقيادة سلطان الوهيبي، المركز الثاني التواصل من قبل مبعد لهجن الشيحانية بقيادة أيضا سلطان الوهيبي، والوصول على المركز الثالث. من يتسلل هنا الرامي، الرامي يرتمي إلى المركز الثالث لهجن الشيحاني أيضا سلطان الوهيبي. يقدم لنا الأربع المراكز الأولى. نشوف الرابع هنا سردال لهجن الشيحاني أيضا سلطان الوهيبي، يقدم الأربع المراكز الأولى. المميزات البارزات الحاضرات في هذا الشوط. المركز الخامس الوصول والتقدم هنا من قبل القحيدي لهجن الشيحانية بقيادة سلطان الوهيبي. خمسة أسماء متقدمات بارزات على تسيطر على دائرة النداء بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. الوهيبي حضور وأيضا جهد كبير من هذا المضمر لإنجاح هذا الشعار وهذه اللجنة الحاضرة مع هذا الشعار العنابي. الشعار العنابي الكبير أيها الأعزاء مقدمة الشوط مع الباز وسلالة الباز، السلالة الغنية عن التعريف. يا ما قدم الباز، قدم الباز الكثير وما زال الكثير والكثير، سواء من إبكار أو قعدان نشاهدها من سلالة الباز. الباز العود المملوك لعزبة الإنتاج هناك في أم الزبار، عزبة سيدي سمو أمير البلاد المفدى، ومنجم الأصايل ومنبع السبق هناك، منجم الأصايل منطقة الإنتاج. ننتقل للمركز الثاني. الوصول من مبعد لهجن الشيحانية سلطان الوهيبي، من قدم لفان وقدم العنود وقدم الضبية في الأشواط الماضية. هذا هو أيضا مبعد هجن الشيحانية سلطان الوهيبي في عملية التضمير. المركز الثالث الرامي، الرامي على المركز الثالث أيضا لهجن الشيحانية. المركز الرابع الوصول من سردال على المركز الرابع وخامس المراكز. التحرك من قبل القحيدي يتحرك على صعيد المركز الخامس. أيضا الخمسة المراكز الأولى لهجن الشيحانية وبقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي المضمر العملاق. العملاق يقدم لنا الأسماء القوية في هذا الشوط. المسافة تنتصف أيها الأعزاء، وما زالت الأمور بقيادة الباز. ما زال الباز ولد الباز يسيطر على المركز الأول وعلى ناموس الشوط حتى هذه اللحظات. هذه النتيجة أيها الأعزاء للخمسة المراكز الأولى، وأيضا دارة الدورة يا سلطان. ما باقي لك الوين، مترين عن خط النهاية. والخمسة المراكز الأولى لهجن الشيحانية بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، الحاضر بقوة، الحاضر في هذا المساء مع هذا الشعار بقوة. نتمنى لك التوفيق في الأيام القادمة في الثنايا وفي الزمول والحيل وغيرها من الأسماء، ونتمنى التوفيق لكل الحاضرين والمشاركين معنا في هذا السباق المحلي. الباز ما زال على مقدمة الشوط يرقص وحيدا على الصدارة، يرقص وحيدا، ولكن أرى التهديد والقدوم على الباز من قبل الرامي. الرامي الرامي الرامي
الرامي اللي على المركز الثاني ويريد أن يصيب الهدف بإحرازه المركز الأول، لا شك في ذلك. المركز الثالث هنا الوصول من قبل مبعد أيضا الهجن الشيحانية والتسلل من الجانب الآخر. يا سلام، سردال 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 من الأسماء القوية أيها الأعزاء، سردال من الأسماء التي حازت أيضا على الجوائز العينية القيمة. إذن مشاهدين الأعزاء المركز الخامس وهنا الوصول من قبل القحيدي لهجن الشيحانية، وحقيقة أسماء كثيرة تشارك لهجن الشيحانية بقيادة سلطان الوهيبي 2 كيلومتر. وأشكر حقيقة صالح بن سعيد الوهيبي المتواجد للتعريف على بعض الأسماء الحاضرة معنا في هذا الشوط. أعود إلى مقدمة الشوط. المركز الأول ما زال الباز لهجن الشيحانية سلطان الوهيبي. يلا يا سلطان، بنشوف من هذه القعدان او الزمور راح يختطف المركز الاول. الله، يا سلام يا سلام، المنافسه حاميه الوطيس، العنابي الادعم ينافس نفسه بنفسه في هذا الشوط. الباز على مقدمه الشوط، سلاله الباز اللي لها ايضا محبه في قلوب المتابعين، في قلوب العشاق الرياضيين. المركز الثاني الوصول من الرامي والسردال، سردال من الجانب الآخر وثلاثي الرعب مثلث برمودة هنا على صدارة الشوط. المركز الرابع مبعد ويليه الوصول من قبل القحيدي لهجن الشيحانية. الله، هذه الخمسة المراكز الأولى مقفلة الشوط، هذا الشعار مع هذا المضمر تقفيل منذ الانطلاقة حتى هذه اللحظات. ال 1200 متر الأخيرة والباز ما زال يرقص على مقدمة الشوط، وأيضا هذا الشعار العنابي، شعار إمبراطورية هجن الشيحانية، الشعار المميز، الشعار اللي له حضور في كل الميادين وفي كل المحافل في الداخل وفي الخارج، في كل مكان وفي كل زمان نجد لشعار هجن الشيحانية اسم وعنوان. ما زال الباز على مقدمة الشوط. الباز والكيلو الأخير، الكيلو المثير، الكيلو العمليات، الكيلو اللي ما بعده إلا الفوز والناموس والعد التنازلي لنهاية هذا الشوط. الباز، انطلق الباز، يا سلام يا سلام يا ولد الباز، ولد العود، ولد الشيبة، هذا الشبل من ذاك الأسد. بالفعل ينطلق الباز ويستعرض بهذا المستوى الفنان والممتاز مع العملاق، مع عملاق المضمرين سلطان الوهيبي. أشكرك يا أبو محمد على هذه المجهودات الكبيرة التي تقدمها لدعم هذا الشعار وأيضا للإنجاز وأيضا لهذا المستوى الممتاز. شوفوا شوارد هجن الشيحانية، شوفوا هذه الشوارد، وأيضا جميع الأربع المراكز الأولى مع العملاق فيما تدخل في هذه اللحظات. السعدي يصل على المركز الخامس لهجن الشيحانية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. أتمنى لك التوفيق يا الوهيبي في المشاركة القادمة في ميدان المرموم، قلوبنا تقف مع هذا الشعار قلبا وقالبا. نتمنى لك التوفيق مع أشواط الذهب في آخر المراحل الاستعدادية في هذا الموسم. كل التوفيق لهجن الشيحانية سواء مع السلطان الوهيبي أو سالم بن فران أو محمد بن خالد العطية أو المبدع حمد بن حلفان. 100 متر وخماسية على صدارة الشوط لهجن الشيحانية بقيادة الباز وبقيادة مبعد وبقيادة سردال وبقيادة أيضا وبقيادة القحيدي. تهانينا والناموس، الرامي يختطف هذا الشوط، تهانينا وهجن الشيحانية تختطف هذا الشوط، تهانينا والناموس لهجن الشيحانية على الفوز بالخمسة المراكز الأولى، وتهانينا لك يا سلطان الوهيبي على الفوز بالأربعة مراكز الأولى مع هذا الشعار العناب الكبير، وتهاني أيضا لمحبين هذا الشعار المركز الخامس وصل القحيدي أو السعدي لهجن الشيحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. إذن الرامي يرمي بسهامه ويختطف هذا الشوط. تهانينا لهجن الشيحانية وتهانينا للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي اللي الأخوان والمضمرين ينتظرهم مشاركة كبيرة بعد أيام قليلة هناك في ميدان المرموم. نتمنى لهم التوفيق، وأيضا المشاركين هناك ختاميين في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا هو الرامي يصل إلى خط النهاية، 9 دقائق 36 ثانية، 36 جزء من الثانية. المركز الثاني السردال
9 دقائق 36 ثانية 50 جزء من الثانية، والباز يصل على المركز الثالث 9 دقائق 36 ثانية 64 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجن الشحانية وتهاني للسلطان بن محمد الوهيبي، نتمنى لهم التوفيق سواء في المرموم أو في ختام دولة الكويت الشقيقة. أيها الأعزاء، ونهني أيضا جميع الفائزين اللي بيقيضون على هذا السبق وعلى هذا الناموس وهم يستاهلون. أيها الأعزاء، الأشواط تتواصل.